السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لأخواتي وبناتي وكل اللي متابعني، وأهلا وسهلا بالأول مرة أشوف القناة وأشترك فيها بإذن الله تعالى، قناة بكل سهولة وبساطة. وما تنسوش تدوسوا على الجرس ليصلكم كل جديد. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفة لرنجة. الرنجة دي وصفاتها كتير جدا، موجودة دلوقتي طول السنة وممكن نعملها في أي وقت، مش شرط عيد ولا مناسبة ولا حاجة. بتبقى أكلة حلوة وبتجمع الأسرة وبتتاكل بالعيش البلدي بتاعنا، بتبقى حلوة قوي في أكلها يعني وبتشبع. وليها كذا طريقة في توضيبها وسلخ الجلد من عليها. يعني انا هعمل النهاردة طريقة سهلة وقريبة قوي مني، يعني ان انا بحب اعمل بيها على طول، وهتعجبكم ان شاء الله لما تشوفوها وتعملوها بالطريقة دي ان شاء الله. في كذا طريقة ان شاء الله تابعوني، وهنعمل كل الطرق لتوضيب الرنجة ان شاء الله مع بعض. بقى نوضبها على البوتاجاز كده ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي انا حطيت الرنجة في صينية. الصينية دي مخصصاها اصلا، حطيت لها محروقة كده، طب مخصصاها للرنجة، للسمك المشوي، الحاجات اللي بتتحرق شوية كده. بس انا الصينية دي مش دهنها اي حاجة، انا حطيت الرنجة كده فيها بس، وهولع النار عليها بس، مفيش اي سمنة ولا زيت ولا اي حاجة. دلوقتي طبعا انا ولعت النار على الصينية اللي فيها الرنجة، فدلوقتي الرنجة حتى اتنفخت شوية اهي. انا مش هقلبها دلوقتي، انا لما اجي اقلبها مع بعض. طبعا انا مش عايزة اطول عليكم الفيديو، فبقفل وافتح تاني. طبعا هو انا مش بسوي الرنجة ولا حاجة، انا بس عايزاها تفك من بعضها عشان الجلد ده يبقى سهل في السلق وفي التوضيب. شايفين الرنجة اهي اتفتحت من الجنب ده اهي زي ما انتوا شايفين. انا كمان عايزة تسخن شوية كمان. شايفين الرنجاية دي عملت ازاي من الظهر اهي، اهي شايفين. انا كده بقى هقلبها الناحية التانية اهي، هشوف دي كمان شوية كمان كده واقلبها هذه. دي كمان اقلبها اهي، شايفين فتحت ازاي. دي بتبقى سهله في التوضيب قوي. برضو هيتفتحوا من تحت كده نفس الموضوع، وهنرجع مع بعض نعمل. شايفين اهي من ورا ومن قدام اتفتح الدنيا ده خلاص كده تمام. كده جاهزة على التوضيب بقى. وعايزة كمان انصحكم ان انتم ما تيجي تعملوها ما تعملوهاش منها البوتاجاز، عشان في ناس بتعملها منها البوتاجاز على طول، فبتبهدلوا البوتاجاز. يعني خلوها في صينية كده، صينية مخصصة للحاجات اللي زي كده. هي طبعا كده اهي زي ما انتم شايفين. سهلة بقى ان انا اسلخ الجلد ده اهو، هشيله اهو. شايفين سهل ازاي، بيتشال بكل سهولة وبساطة. هشيل بقى منها كده، طبعا بيبقى جواها البطاريه بتاعتها ما بتترميش، احنا برضو بناكلها اهي. معلش بقى ما بستعملش ولا جوانشي ولا حاجة، احنا موجودين في بيتنا بصراحة، بعمل في بيتي والمية تحت ايديا على طول، هغسل ايديا يعني، وكلنا في بيوتنا ما بنستعملش جوانتات ولا كرفزات ولا كلام من ده. وطبعا في مصران كده اهو بالراس، من غير سكينه من غير اي حاجه، بايدينا اهو اهي اهو. شايفين هي كده تعتبر خلاص. انا بقى في الطبق بتاعي بتاع التقديم، او اللي انا هوضب فيه تاني، عشان انا برضه هوضب هنا وارجع اعملها تاني، اقدمها في طبق تاني اهو. انا هفصصها كده من غير سكينة من غير اي حاجة. دي طريقة من الطرق السهلة اللي انا بحبها، قلت لكم ان انا هعمل لكم كذا طريقة، دي منها. ودي اهي القشرة كمان، الجلدة بتاعتها تشيل اهي. أهو
الشوك اللي بيبقى في الرنجة بيبقى الشوك يعني مش مضر، احنا بنشيله بإيدينا كده وخلاص، ولما حتى لو جت في لقمة بنشيلها بإيدينا، مش هيضر يعني، بيبقى شوك ميت زي ما بيقولوا بالبلدي كده. هعمل بقية الكمية بقى وارجع. دلوقتي بقى هي الرنجة بعد ما طبعا ما قضبتها زي ما قشرتها بكل سهولة زي ما شفنا، رصيتها في طبق التقديم، والبصل وطبعا والخس، وده موجود كمان خيار ماشي. دلوقتي هعمل ايه؟ احط لها شوية خل كده اهي، لازم الخل ده كده اهو. الليمون ده بقى ما بتعسرش الوقت، ما وقت الاكل بالظبط عشان ما يمررش، اهي هتبقى حلوة وجميلة. الخل ده طبعا مهم جدا، وكمان شوية زيت. بكده طبعا طبق الرنجة جاهزة على الأكل، يا دوبك نعصر عليها الليمون بس. بتمنى الفيديو ينول إعجابكم، ما تنسونيش في اللايك والشير، ولو في أي سؤال طبعا اكتبوه في التعليق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.